في الوقت الذي تلعب فيه قضية الهجرة وما يترتب عليها دورا أساسيا في مصير بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، جاءت بيانات رسمية جديدة عن مكتب الإحصاءات الوطني لتؤكد ارتفاع عدد المهاجرين إلى بريطانيا خلال 12 شهرا حتى سبتمبر لعام 2015 إلى 323 ألف مهاجر. حقيقة الأوضاع الإقليمية والأوضاع العالمية وكثرة الحروب هنا وهناك هي ما تدفع يعني المهاجرين للهجرة إلى بريطانيا، ولا تزال دولة تعطي حقوق ومساعدات للمهاجرين. طبعا هذه الحقوق والمساعدات هي عبارة عن أموال تهلك أو تضع ثقلا على دافعي الضرائب البريطانيين. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن العدد يزيد بمعدل 31 ألف عنه خلال 12 شهرا السابقة، أمر يزيد الضغوطات على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل التصويت على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم، خصوصا وأنه تعهد في عام 2010 بخفض عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا إلى أقل من 100 ألف مهاجر. هذه الأرقام تعكس أن الحكومة لا تسيطر على الحدود، خصوصا أمام هؤلاء المهاجرين من الاتحاد الأوروبي. أعداد المهاجرين في تزايد كبير. وبحسب المكتب فإن عدد المهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي قد بلغ 172 ألفا في 12 شهرا حتى سبتمبر، ارتفاعا من 158 ألف في العام السابق. وناقش ديفيد كاميرون التوصل لاتفاق للحد من مدفوعات الرعاية الاجتماعية لمهاجري الاتحاد الأوروبي في محاولة منها للتقليل من مستويات الهجرة إلى بريطانيا. وعد ديفيد كاميرون بتقليص الإعانات المقدمة للمهاجرين لتخفيف تدفقهم إلى بريطانيا ليس مقنعا لهؤلاء المعارضين لاتفاقيته، ومع هذه الأرقام وازدياد عدد المهاجرين لابد أن الضغط والتوتر سوف يزداد على ديفيد كاميرون قبل أشهر قليلة من الاستفتاء في يونيو. ديما الرخاوي، الإخبارية، لندن.